اتركي يا عم اشرب. ولك شو صار لك؟ انت مجنونه؟ انا اسفه كثير. روحي انقلعي، مليت من غبائك. وينو عقلك؟ صار شي للموبايل؟ لحقته. وينون؟ عدنان عم يلعب مع الأولاد على الكمبيوتر. وأنا رح روح لعندون. بيسان كيف اليوم؟ ما قدرت روح شوفها، بس الولد كان كتير حلو. يعني حبيت بارك لها بالولد. ليش لا؟ أنا رح أطلع لفوق. عيناك وشفتاك كلهب جهنم يشعلانني بحميم نارهما، ثمة شيء لديك لم أستطع معرفته يقود الإنسان إلى الجنون الحتمي. مهند. تفضل خليني ضيفك شي كاسة شاي، وهلأ البنت رح تنزل التياب اللي بدهن غسيل. تفضل. شكرا لك. شكرا. العفو. العمى قديش حقودة؟ ما بقى تعرف شو بدها تعمل لحتى تضايقنا. عيناك وشفتاك كلهب جهنم يشعلانني بحميم نارهما، ثمة شيء لديك لم أستطع معرفته يقود الإنسان إلى الجنون الحتمي. مهند. مرحبا جميلة. أهلين يا بيك. كنت عم دور على التياب اللي بدهم غسيل. تمام، أنا تيابي حطيتهم على جنب. هدول أخذتهم يا بيك. عدنان إجا كأنه ماله زمان جاي. مهند، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. كأنك إجيت بكير. اشتقت لكم. أهلا وسهلا. كيفك؟ منيحة شكرا لك. كيف كانت رحلتك على برشلونة؟ رح أحط الشناتي بالغرفة وبيجي بيحكي لكم بالتفصيل. عيناك وشفتاك كلهب جهنم يشعلانني بحميم نارهما، ثمة شيء لديك لم أستطع معرفته يقود الإنسان إلى الجنون الحتمي. مهند. منيح اللي رجعت بكير، انبسطت. مرحبا عمو.
موسيقى